ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. النهاردة هحكي لكم قصة من اجمل القصص الرومانسية اللي ممكن تتابعها، روايتنا للكاتبة الجميلة سوما العربي. يلا بينا نتابعها مع بعض. وقبل ما نبدأ احب افكركم، لو انت لسه ما اشتركتش في القناة اتمنى تشترك فيها وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. ولو عجبتك القصة ما تنسونيش بلايك فضلا وليس امرا. ويلا بينا نبدأ. وطلع للأوضة وهو شايلها ونزلها وقفل الباب، وبمجرد ما قفله اتخضت جودي وقالت ايه في ايه بتقفل الباب ليه؟ قرب منها بخطوات مدروسة وهو بيطلع اوراق الجواز وبيقول لها بنبرة امر امضي. لا طبعا عمري ما هعمل كده. خلاص يا روحي ما تعمليش كده. بصت له باستغراب من استسلامه فكمل قاسم كلامه وقال ما تمضيش يا روحي، بس هتفضلي في الأوضة دي ومش هتخرجي منها إلا وإنتي مراتي. يعني إيه هتحبسني؟ هحبسك، وإنتي امتحانك بعد 5 أيام وعيد ميلادك النهاردة. لا وكمان هتنامي معايا في نفس الأوضة. ما ننسيت أقولك إن دي أوضتي، ومش معقول هسيب أوضتي اللي فيها بنوتي الحلوة اللي بعشقها واروح انام في مكان تاني. فشوفي انتي بقى، تنامي جنبي وانتي مراتي شرعا وقانونا، ولا تنامي وانتي مش مراتي؟ لا وفي الاخر مهما طال الزمن هتمضي برضو بدل الحبسة هنا، فاختاري انتي. شفتي قاسم حبيبك مش بيحب يغصبك على حاجة ازاي؟ طب والله ما في حد مدلع حبيبته زي كده. بصت له بغضب وهي شايفاه بيتكلم بمنتهى الاستفزاز وعلى وشه ابتسامة، وبيضيق عليها الخناق وبيحبسها في دايرة مقفولة. واخدت شوية وقت وهي بتفكر لحد ما مسكت العقود والقلم وقامت بالتوقيع عليها. فبصت له بشراسة وهو بيتنفس بارتياح لانه حقق وعده لنفسه، وفي يوم اتمامها للسن القانوني بقت زوجته وعلى اسمه. ووقف وهو بيبص للعقود بفرحة كبيرة جدا، وبرغم انه عارف انه المفروض يعتذر، وخرج بسرعة وادى العقود لأحد رجالته وقال لهم عايزه تسجل في الشهر العقاري النهاردة، فاهم؟ النهاردة. ودخل الأوضة تاني وهو بيبص لها بنظرة عشق وهيام. فبصت له بغضب واتكلم قاسم وقال جودي حبيبتي خليني افهمك، الصور دي كانت مش عايزة اسمع اي مبررات ملهاش لازمة. انت فاكرني عيلة صغيرة هتضحك عليا بكلمتين؟ لا فوق ده انا دماغي توزن بلد. طبعا ما انت جودي لازم تبقي غير الكل، وكمان بقيتي حرم قاسم مهران، اوعي تنسي دي كمان. بصت له بغضب وهي بتضرب الارض برجلها وبتقول ماشي ممكن اروح بقى. تروحي فين يا روحي؟ ما انت روحتي خلاص. نعم ايه يا روحي، مش لما حد بيقول انا مروح بيبقى قصده انه راجع لبيته؟ يبقى انت روحتي خلاص لان ده بقى بيتك. هو انا ما قلتلكيش مش احنا اتجوزنا؟ جودي وهي بتتصنع التفاجؤ بجد؟ يا روحي. وفي اللحظة دي رن تليفون قاسم، ففتح الخط وهي ثواني وقفل التليفون وهو مبتسم لان عقد الجواز اتسجل رسمي في الشهر العقاري. فبص لجودي بحب واتكلم وقال ألف مبروك يا روحي، وقرب منها وحضنها وهو حاسس بدقة قلبها ورعشة جسمها ما بين ايديه، وابتسم لأنه برغم غضبها لسه ليه تأثير كبير عليها، وبس جبينها وهو بيقول مبروك عليا انت يا روحي. جودي وهي بتبعد وبتحاول تلبس قناع الجمود قاسم كفاية كده انا لازم اروح. جودي حبيبتي احنا خلاص اتجوزنا يعني ده بقى بيتك، وبعدين كفاية ايه ده النهاردة فرحك. نعم اصل انا كنت عامل حفلة جامدة جدا وعازم كل اصحابك واصحابي واهم ناس في الدولة عشان عيد ميلاد حبيبتي، بس بعد ما كتبت الكتاب فكرت انه طب ليه لا، ما هو كل اللي كنت هعزمهم في فرحنا
عزمتهم على الحفلة، حتى القاعة عمرها ما كانت هتبقى متجهزة زي ما أنا أمرت إنهم يزينوا جنينة الفيلا. يبقى إيه اللي ناقص؟ الفستان. وسحبها من إيديها زي المسحورة من كمية المفاجآت اللي ورا بعضها، ووقف بيها قصاد صندوق كبير وفتحه وطلع منه فستان زفاف. خطف أنفاسها ووضعه على الفراش قصادها وهي لسه بتبصله، واتكلم وقال: هي نص ساعة ويكون عندك أحسن ميك اب أرتست في مصر كلها يا روحي، قصدي يا مدام قاسم مهران. ومين قالك بقى أني هنزل؟ أنا من عازم مدرستك كلها بالمدرسين والطلبة والعمال، حتى الأمن كمان ومها ومحسن. يعني يرضيكي محسن يشوف الفضيحة دي؟ بنت خالد خطيبته بتهرب من فرحها، طب يقول ايه على مها؟ ها انت يرضيكي؟ يرضيكي يعني تطلعي سمعة وحشة على نفسك وعلى مها اختك وبنت خالتك؟ لا لا اخس عليك يا جودي. اه هي ايه، مش عيب؟ عيب حد يشتم جوزه؟ جوزه؟ جوزه، ما انا بقيت جوزه. يلا يا روحي يلا، مفيش وقت، شفتي نسيتيني، لازم اشتري بدلة جديدة مع ان عندي كتير، بس البدلة دي غير. وطلع من الأوضة وهو بيكتم ضحكته بصعوبة، عارف نفسه انه بيتكلم كتير وبسرعة، ولكن ده بقصده عشان ياخدها وهي سخنة وما يديهاش فرصة انها تغضب من جديد او حتى تعترض. كان الجميع واقفين وهم بيبصوا بصدمة وبلاها ومش عارفين ايه اللي بيحصل، لان الجميع مدعو لحضور عيد ميلاد خطيبة قاسم مهران، ولكن اتفاجئوا بيه وهو نازل بجودي وهي لابسة فستان زفاف اسطوري ما يليقش غير بيها، وقاسم بيعلن قصاد الكل ان الحفل مزدوج عيد ميلاد وزواج، واللي واضح قصاد الكل ان قاسم اتجنن. وبنروح لمها اللي واقفه وسط الحضور بفستانها البامبي واللي ما اسعفهاش الحظ او الوقت عشان تشتري فستان جديد لحضور حفل زفاف بنت خالتها، واتفاجئت باللي بيتكلم من وراها وبيقول: يا بنتي ملمومه على كتفك، اقسم بالله في ايه؟ اوف بجد يعني شكلي مش مبهدل؟ قمر يا بنتي اللذين، انا بجد لحد دلوقتي مش مصدقه ان النهارده جودي اتجوزت. معقول هو في جنان كده؟ والله جدع خدها فرصه كده، مش زي واحد تاني خايب لسه لحد دلوقتي خاطر ومقضيها ماسك ايدين بس. وقرب ليها واتكلم بخبص وقال: ما تيجي نكتب الكتاب بقى ونعلي الجواب، عايزين نمسك حاجات تانيه. اتصدمت معها واتحرجت من وقحته فقالت بغباء: محسن انت طلعت زيهم؟ زيهم؟ هم مين؟ يعني طلعت راجل؟ نعم يا اختي، امال كنت فاكراني ايه؟ سوسن؟ كنت فاكراك محترم لكن طلعت راجل يعني سافل. استغرب محسن وبقى بيحاول يستوعب كلام مها وقال: هو راجل سافل عندك؟ انا اول مرة اعرف كده. وقطع محاولة استيعابه تغيير الموسيقى فقالت مها وهي بتسحب ايده: تعال نرقص سلو مع بعض وانا حاول استوعب ان جود اتجوزت النهاردة وانت تستوعب ان راجل يعني سافر. يلا يلا. وراح معها محسن. وبنروح لعندي يامن اللي نازل من عربية والده وهو بيتظاهر بالثبات والقوة، لانه كان حاسم موقفه انه مش هيحضر عيد الميلاد، وكان مقرر انه هيصطحب جودي لعشاء رومانسي يليق بيها وبيه، ويستغل الفرصة اللي عملها من مكر ودهائه بمساعدة الخبيثة دنيا. ولكن اتفاجئ بعد اقل من نص ساعة بانتشار مقطع فيديو على السوشيال ميديا عن حفل الزفاف الاسطوري لقاسم مهران وجودي، وانه انقلب فجأة من حفل عيد ميلاد لحفل زفاف، فاشتعل غضبه وحقده وبقى بيكسر في كل حاجة حواليه لان فرصته بتتبخر كليا قصاده، واستحوذ قاسم على جودي واخدها منه. وفي مكان تاني في الحفل كان عادل ماشي وهو بيبص للستات والبنات
وكل واحدة منهم بتحاول تشغله، ولكن هو بيبص لمها اللي حاضنها محسن والفرحة مش سايعاهم. وقف شوية وهو بيحاسب نفسه وبيعيد النظر في حياته اللي مليانة باللعب وبس، والانتقال من ملهى ليلي لآخر. فحتى صديقه قاسم استقام ولقي ضلته، ولكن هو لسه مش عارف هيعمل ايه في حياته برغم انه وصل للتلاتين من عمره، ورغم نجاحه في مجال رجال الاعمال الا ان مستقبله ملهوش ملامح. واثناء كلامه مع نفسه اصطدمت بيه بنت صغيره ماسكه كوبايه عصير فتكبت على عادل، فرفع نظره بغضب، ولكن خلال لحظه اعجب جدا بعينيها الزرقاء ووشها البريء الطفولي، فمدت ايديها بمنديل عشان تحاول تصلح اللي افسدته، وقالت بارتباك: اسفه والله، بس كنت بدور على جودي، واسفه جدا والله. انت تعرفي جودي؟ اعرفها، دي انتي. انا كمان انتي قاسم. ومد ايده ليها عشان يسلم عليها وقال: انا عادل، وانتي؟ ريتال، 18 سنه، واصحابي بيقولوا لي يا ريتا. اسمك حلو قوي يا ريتا. ولكن جه صوت من بعيد بينادي عليها وبيقول: ريتا ريتا. قرب منها وهو بيبص لعادل بنظرة متفحصة وقال: مين الأستاذ؟ ده أستاذ عادل، صديق قاسم، خطيب جودي. أستاذ عادل ده أيهان، أكبر مننا بسنتين. أنا بجد لحد دلوقتي مش عارف جودي إزاي اتجوزت بالسرعة دي. الحب بقى يا أيهان عادل. اه فعلا عندك حق، الحب فعلا. عقبالنا يا ريتال. بصيت لمبتسمة بخجل، فكلم عادل نفسه بسخرية وقال: اهلا، طارت البت اللي عجبتني، وانت يعني متوقع واحد زيك ربنا هيصلح حاله كده بسهولة ويكافئه كمان بعد كل اللي كان بيعمله؟ قابل بقى يا معلم، ابقى قابلني لو واحدة عجبتك تاني بنفس السرعة دي. وبنروح لقاسم اللي كان واقف والدنيا مش سايعه من الفرحة لأنه أخيرا حبيبته اتكتبت على اسمه ومش هيتجرأ حد إنه يفرق ما بينهم. فبص لها بسعادة وهي واقفة على أحد الترابيزات مع صديقتين ليها. ملحوظة: الفرح أمريكي، يعني معمول بالنهار ومفيش مكان ثابت للعروسين وبيتنقلوا عادي. أما جودي فواقفة في مكانها وهي مش مستوعبة اللي بيحصل، هتشد شعرها من الغيظ وهي مضطرة تفسر لكل الناس دي عن التغيرات الجذرية اللي حصلت في حياتها. ولكن هتفسر لهم بإيه؟ لأنها نفسها ما عندهاش تفسير ولا أي رد على اللي بيحصل. فقرب قاسم منها وهو بيمسك وسطها بتملك يستحقه الآن، فقالت جودي بغضب: شيل إيدك. أشيل إيه؟ إيدك. ايدي ايه بس اللي اشيلها يا روحي؟ ده انا من النهارده جوزك، يعني هعمل اللي انا عايزه. اتصدمت جودي من وقحته وهي بتحاول استيعاب موقفها كزوجه ليه دلوقتي. فشويه وهينتهي الاحتفال وهيختلي بيها قاسم لوحده، وبرغم من صدمتها اتصنعت الثبات وهي بتبص لصاحبتها من خلال الفيسبوك اللي دخلت الحفل ولفتت كل الانظار ليها بسبب جمالها الطفولي هادي. فاتكلمت جودي بسعادة وهي بتسقف زي الأطفال: ايه ده مليكة، بس مين اللي عزمها؟ رد قاسم وهو بيميل عليها وقال: انا اللي عزمتها. بصيت له بتفاجؤ لأنها صديقتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومحدش غير ريتا بس اللي تعرفها. فاتكلم قاسم بعشق: انا اللي بعتت لها الدعوه، انا اعرف عنك كل حاجه يا عشق قاسم، حتى اصحابك اللي على الفيسبوك. بصيت له اللحظه بحب متبادل، ولكن قربت مليكه منهم ووقفت نظرتهم وقالت بشقاوه: اهلا اهلا بجودي هانم اللي بتتجوز من ورايا، اذا كنت انا اتجوزت من ورايا. ضحكت مليكه وقامت جودي بتعرفها على قاسم وقالت: مليكه مكرم الخطيب، صاحبتي جدا.
زي ريتا كده. اهلا وسهلا، انتي قريبه عامر الخطيب؟ اهلا بيك. ايوه انا قريبته. وفي لحظتها اتقدم عامر ووقف عشان يسلم على قاسم، وانسحبت جودي وملكة وراحوا وقفوا جنب ريتال وايهم. وبعد وقت من الحفل اتقدمت دنيا بخطوات مهتزة حاقدة وفشلة، برغم كل اللي عملته الا انها فشلت وبقوة، وما استفادتش حاجة من كل اللي حصل بسبب حبهم الحقيقي. ولكن لابد ان تفضل في الصورة، فمحدش يعرف ايه اللي هيحصل بكرة. وطالما قاسم ما زعقلهاش ولا حتى طلب تفسير لكل اللي حصل يومها، يبقى ما بيشكش فيها، وما ينفعش تصير هي حواليها الشكوك. عشان كده حضرت الحفلة وهي مقررة ان تلاقي الفرصة المناسبة عشان تكمل اللي بدأته. وبعد ثواني وقفت قصاد قاسم وقالت بابتسامة مزيفة: مبروك يا قاسم. بص لها بغموض وقال: الله يبارك فيك يا دنيا. وقفت معاه وحاولت تتبادل اطراف الحديث في محاولة منها لجس نبضه عشان تعرف نواياه وتاخد بالها، ولكن قاسم ما كانش غافل عن اللي بيدور في مخها، فهو مقرر انه يتلاعب بيها كمان زي ما عملت معاه، برغم انه مش حابب ده، وخصوصا انه داخل على حياة جديدة وفرصة حب عظيمة مع جودي. اما عند جودي فكانت واقفة وهي بتستمتع ومنبهرة من جو الحفلة والتنظيم الهايل اللي نساها موقفها من قاسم ولو مؤقتا، وبدأت تستمتع بالحفل مع اصحابها واصحاب مها، وهي بتتجنب تقف مع زوجات رجال الاعمال اللي بتحس ناحيتهم بالشفقة. واثناء ضحكها مع مليكة شافت قاسم وهو واقف مع الحرباية دنيا بدون ما يهتم ليها ولا لمشاعرها، او حتى يحاول بالكد انه يقطع علاقته بها كاعتذار بسيط عن الموقف اللي حصل وشفته فيه، ولكن على العكس لسه واقف معها بكل بجاحة وهو بيضحك. فلاحظت مليكة نظرتها وقالت: جودي هي دي؟ ايوه هي. وتوجهت ليهم بغضب عاصف، فوقفتها مليكة وريتال بصوت واحد وهم بيقولوا: رايحة فين يا مجنونة؟ جودي والشر بيتطاير من عينيها قالت: هكسر له الجيب وابطح له الجيب. اتصدم البنتين وقالت مليكة: يلا نروح نلحقها، دي مجنونة، سيبيها تاخد حقها منه، زودها الصراحة. طب يستنى يومين حتى، الرجالة بتحب. بصت مليكة تجاه عامر وقالت بغضب طفولي: اه والله يحرموا علينا الحاجة وهم مقضيينها. ولحد هنا خلصت حلقتنا، بس القصة لسه ما خلصتش. يا ترى جودي هتعمل ايه في قاسم ودنيا؟ ويا ترى ايه اللي هيحصل تاني في الفرح؟ وهيعدي على خير ولا لا؟ كل ده هنعرفه في الحلقة الجاية بإذن الله. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، مستنية رأيكم إن كانت حلوة ولا لا، وما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة. بحبكم قوي، مع السلامة.